الخضراء سنان يا سنان شعرك الوفا يا خير الأصدقاء ها نحن بانتظار سنان يا سنان. يا له من صباح جميل. إنه الربيع الهواء منعش. لقد نظمت شعرا فيه الهواء يلمع. ولكن الهواء لا يلمع يا أبي. تخيل يا سنان الربيع والشمس والخضار والهواء يهب مداعبا الأغصان وأوراق الشجر عندئذ يلمع. الهواء يلمع يلمع الهواء. والدي أرجوك إني جائع، دعي الشعر الآن. هيا هيا. لازلت صغيرا يا ولدي لتفهم أهمية الأدب. الكبار يقولون أشياء غريبة. لالا. آه ماذا حدث يا لالا؟ آه ماما. أنا آسفة. لو لم تناديني بصوت عال لما طارت. دعك من الفراشة الآن، ميمي سوف تعرفنا على صديقة جديدة. صديقة جديدة؟ نعم، بنت جميلة ورقيقة. منظر الفراولة شهي جدا. هل تريد قليلا منها؟ نعم نعم، إني أحبها كثيرا جدا. أعطني كل الفراولة جميعها. كلا. ماذا؟ أنت ترفضين إعطاء الفراولة كلها؟ ولكن إني جائع. هيا أعطني السلة. كن قدر ما تريد ولا تأخذها. لا تعارضيني، أعطني السلة. لقد أوقعت الفراولة على الأرض. مجنونة، أنت ترفضين أوامري، ترفضين أوامري. مرحبا مرحبا بيبي. بيبي ماذا بك يا بيبي؟ لم يكن بينا لطيفا معك أليس كذلك؟ كلا أبدا، لا تفهميني خطأ. قل الحقيقة. لم أسي إليها، صدقيني يا ميمي. هل هو صادق بكلامه يا بيبي؟ نعم إنه لطيف من معي، ولكن شرشور. هذا هشام، إذن هشام. ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر. زعبور، ما الذي تفعله؟ أريد أن أصبح قويا لأتمكن من سكان الغابة. فهمت، الحاكم يجب أن يكون قويا. سأبدأ أنا أيضا بالتمرين. لا، من الأفضل ترك ذلك. ماذا؟ زعبور، كل شيء سيكون على ما يرام، إنه مجرد حجر بركاني أليس كذلك؟ خجل من نفسي. لا تشعري بالقلق، سنساعدك متى ما شئت ذلك. نعم يا بيبي، فنحن جميعا أصدقاؤك. شكرا. لا شك أنك تشعرين بالوحدة يا بيبي. أين يسكن أهلك؟ لقد فقدتهم. ها؟ فقدتهم؟ لقد فقد أبي، ذهبنا أنا وأمي وأخي الكبير للبحث عنه، وفجأة تمرضت والدتي وفارقت الحياة.
ماما حبيبتي إذا فقدناك الآن ماذا سنفعل بعدك؟ بيبي جلال استمع إلي، لقد أصبحتما كبار ويمكنكما أن تدبر أمركما لوحدكما، هذه هي مشيئة الله، كونا مجتهدين واستعينا بالله فهو خير عون لكما. جلال تحتني بأختك. الوداع. ماما ماذا حدث لجلال بعد ذلك؟ حقا ماذا بشأن جلال؟ لقد ترك البيت. ها ترك البيت دون أن يخبرك شيئا؟ ترك البيت دون أن يخبرك شيئا؟ يا له من أخ شقي. إني وثيقة من عودته في يوم من الأيام. جلال لن ينساني أبدا، آمل ذلك يا بيبي، بالتأكيد سيعود فهو أخي. أنا أيضا ليس عندي أم، ولكني أقل تعاسة. هذه سنة الحياة يا ولدي سنان، تذكرها جيد. أقل تعاسة؟ حاول يا ولدي أن تعين أصدقائك كي يتغلبوا على الصعاب، ساعتهم قدر استطاعتك، عندئذ تكون إنسانا مفيدا. ولكن كيف أفعل ذلك يا والدي؟ ابحث عن السبيل بنفسك. ها؟ يجب أن أبحث بنفسي. يا رب ارحم والدتي واعد لي أخي سالما. يبدو شهيا. أعطني إياها. يا لك من شرير. شرير. أنا أحب السمك كثيرا. أنت تأكل السمك الذي حصلت عليه بصعوبة. يا لك من ضعيف. ولكن قل لي ما اسمك أنت؟ أجبني بسرعة. اسمي جلال. جلال هل تريد أن تكون واحدا من أتباعي؟ يبدو لي بأنك وحيد. سأذهب إلى غابة الصنوبر، يقال إن فيها طعاما وفيرا. أختي تسكن هنا. اتبعني وسوف أضمن لك الطعام. صباح الخير يا بيبي. صباح الخير يا سنان، ما الذي جاء بك إلى هنا؟ جئت لأدعوك إلى بيتنا. لماذا؟ لأننا نحب الأشخاص الطيبين. شكرا، إني سعيدة لسماع ذلك. من اليوم فصاعدا أنا ووالدة لالا سنكون أهلا لك يا بيبي. هذه فكرة سنان، فهو يحبك كثيرا، ثم إنك تعيشين وحدك. لا أعرف كيف أشكركم على طيبة أخلاقكم. لا شكر على واجب يا بيبي، والآن إلى الطعام. هيا. نعم. ماذا قلنا لك يا بيبي؟ سأفعل. جاكسون تشربون عصيري المفضل، سأريكم ما سأفعل بكم. الويل لكم. من الآن فصاعدا أنا سيد الغابة، وكل من يعصي أوامري سوف أكله. ومن يجر على عصياني شخص مثلك، نحن نحترمك.
يبدو أنك ثعلب ذكي. الأفضل أن أسميك نادني شرشور. خادمك شرشور يا سيدي. اسمح لي يا سيدي بأن أكون تابعا لك، اسمي فرفور. حسن. أرجوك أريد أن أكون تابعا لك. حسن. أرجوك. حان الوقت لكي تلعب قليلا. فكرة رائعة، هيا لنذهب. ماذا حدث؟ لا شيء أبدا. إذا هيا لنذهب يا بيبي، هيا. يبدو أن بيبي غير سعيدة. شكرا لله، إنه صيد وفير. اذهب وخذ سمك هذا الدب. اذهب اذهب. اي انت اذهب واجلب السمك. هيا بسرعة. اترك السمك. ابتعد. اسمع يا بنان، من الان فصاعدا النور يعود الى جنبك. واذا اردت ان تصيد السمك عليك ان تدفع الضريبة اولا، مفهوم؟ هذا غير معقول. اسكت، الم تفهم ما قاله؟ تدفع ضريبة الصيد اولا. فكر جيدا بالامر، فهمت؟ هيا نذهب. مع السلامة. اكل سمك. أشكركم جميعا، سأدعوك في المرة القادمة إلى بيتنا. شكرا لك. ماذا حدث يا بنان؟ هناك قط وحشي قرب النهر يريد السيطرة على الغابة. راجعوا إلا أكلتكم. اذهبوا من هنا حالا. عزيزي جلال، جلال جلال، اين كنت طوال هذه الفترة؟ كنت ابحث عنك. جلال، لماذا تعاملني هكذا؟ انا اختك بيبي. انا لست جلال. إنه ليس أخاكي، هل فهمتي؟ لنذهب. جلال، جلال. الفضل يعود لزعيمنا جنبل. طبعا، ما دمتم من أتباعي فأنا أضمن لكم الطعام دائما. جلال، اجلب لي ماء. كذلك لا تنضم إلى هذه العصابة الشريرة. عد إلى أختك يا جلال، عد إليها أرجوك. أبعد يدك عني. جلال أرجوك ابتعد عن أصحاب السوء، أرجوك. اسكت. اسمعني يا جلال. أيها صغير، ماذا تريد؟ اسمع جلال، من أجل أختك لا تذهب مع هؤلاء الأشرار، كن مثل أختك طيبا ومسالما. أرجوك يا جلال أرجوك. لنذهب. صحيح، ولكن أعتقد أنه نسيني. لا أعتقد هذا يا بيبي، لا تحزني، لدي فكرة.
تعالي معي واطلبي منه أن يبتعد عن الأشرار. سأحاول يا سنان. سنان، الأشرار يتجهون إلى بيت ميمي. هيا نذهب حالا. هيا هيا. لقد أحضرت هذا البيت وسوف أسكنه. كلا، ليس من حقك أن تسكن فيه. غير ممكن أبدا. أسكت، تريد أن تعصي أوامري؟ سوف أعلمك. ميمي نبي أبي. انتظر، إلى أين؟ بيبي هيا أسرع هيا. لا أسمح لك أبدا. حسنون. يا لك من شهية. انتظر، لا تكن قاسيا. بيبي جلال، اقضي عليهم. أخي جلال، إذا تقدمت خطوة واحدة سوف أكل هذا الأرنب. لا أدري ما الذي يفعله، إنه متوحش. جلال أرجوك أوقفهم، أرجوك. اذهب واقضي عليهم. لقد كانوا كريمين معي، أرجوك يا جلال، أرجوك ساعدهم. من أين أبدأ بك؟ أنت حقا فاشل، كيف تكون إلى جانب الأشرار يا جلال؟ زعبور، هيا أسكتها في الحال. حاضر، أنت اسكتي. جلال، هل تتذكر ما قالته لك أمي؟ كن إنسانا وأخا رحيما. كن إنسانا عادلا يا جلال وأخا رحيما مخلصا. جلال، ساعد ميمي. اسكتي كما أنت شهية. رائع يا جلال، لقد عصيت أوامري. خذ. لقد أمسكت بأختك ولن أتركها. سوف أكلها. انتظر يا جبل. قف، لن أسمح لك بالخروج. ابتعد عني. جلال هيا بسرعة. شكرا لك. سأريك كم أنا قوي. سوف أعاقبك. إذا خذ. لا أستطيع الرؤية، هذه هي فرصتي. أرسن. بيبي بيبي. جلال. بيبي بيبي. عيد ميلاد سعيد، عيد ميلاد سعيد. من الآن وصاعدا سنتعاون سوية ضد الأشرار يا بيبي. نعم، رائع يا جلال، هذه أجمل هدية عيد ميلاد، أليس كذلك؟ هيا نغني سويا. سنة حلوة يا خير الأصدقاء، سنة حلوة يا بيبي، سنة حلوة سنة حلوة. سنان يا سنان
وضعك الكريم سنان يا سنان ورأيك الحكيم يا خير الأصدقاء ها نحن بانتظارك سنان يا سنان.